أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صعيد مصر النابض، محافظة سوهاج، مركز العسيرات، ندعو سيادتكم لحضور الصلح بين العائلتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يتشرف كل من عائلة السلالمة وعائلة آل اللسانات بدعوة سيادتكم لحضور الصلح المقام وإنهاء الخصومة بينهما، وذلك باسترداق المقام بمدخل جزيرة أولاد حمزة مركز العسيرات. بارك الله في كل من سعى لهذا الصلح في إتمامه. حضور للقيادات الأمنية، حضور للعمد، حضور لممثل الأزهر، حضور لممثل الكنيسة. سنكون في لقاءات لتغطية الحدث. معكم على التغطية عبد الغني البنداري. معنا ومعكم أحد الإخوة الأفاضل والشيخ العلامة. تفضل، عرفنا بحضرتك. دكتور إبراهيم الخطيب، داعية إسلامي منذ 37 سنة. بسم الله ما شاء الله، يعني فترة طويلة عريقة إن شاء الله بالخير. طبعا اليوم إحنا في تواجد في محافظة سوهاج مركز العسيرات أولاد حمزة لإنهاء خصومة بين عائلتين السلالمة وآل اللسانات. حابب تقولي حضرتك؟ ما تمنيت لحظة أن أكون فيها شاعرا إلا تلك اللحظة لإنهاء هذه الخصومة الموجودة بين أبناء العم والعشيرة، وهذه أمور شرعية دينية نطبق فيها آية سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا عرس جميل في جزيرة أولاد حمزة خاصة وفي العسيرات عامة. نتمنى أن يشع هذا النور على جميع المستويات في محافظة سوهاج، وأن يضرأ رب العزة، وأن يكون هذا الكلام الموجود منفذ على الواقع، وهذا أمر به الشرع وأمر به الدين. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا حضرتك، وأتمنى لكم الخير بإذن الله تعالى، وأن نكون دائما في صلح وإصلاح بين المسلمين. شكرا لك. شكرا لحضرتك. معنا ومعكم الإخوة الأفاضل، طبعا النائب السابق عبد الفتاح علي قاسم. تفضل، عرفنا بحضرتك أكثر. عبد الفتاح علي قاسم، عضو مجلس الشعب السابق وواحد من أبناء العسيرات. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا اليوم نحن في صلح وفي إنهاء خصومة وفي عرس، حابب تقولي للطرفين؟ أقول للطرفين بارك الله فيكم، استجبتم لنداء الحق، استجبتم، جنحتم للسلم كما قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الطرفين الحقيقة يعني أكرموا بلاد العسيرات بموافقتهم وإكرامهم للبلاد وموافقتهم على الصلح، فهم في الحقيقة يعني أعزاء على بلاد العسيرات، وقد بذلت البلاد كلها والعائلات بأجمعها جهودا مضنية، والحمد لله وفق الله الجميع، ونحن الآن نرى الفرحة والحب من جميع عائلات العسيرات وهي تشاركنا اليوم مهرجانا كبيرا عظيما، وهذا هو شأن العسيرات. بارك الله فيك وشكرا لحضرتك، وإن شاء الله نراكم دائما في المصالحات وفي إنهاء الخصومة. بارك الله فيكم باشا، ونشكر القناة لتفضلها بالقدوم إلينا، وهذا شأن القناة. شكرا لحضرتك. معنا ومعكم أحد الإخوة الأفاضل العمدة. تفضل، عرفنا بحضرتك. محمد أبو الشيخ يوسف أبو يونس من جزيرة أولاد حمزة من أبناء البلدة. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا اليوم إحنا في العرس وفي إنهاء خصومة في مركز العسيرات أولاد حمزة خاصة، يعني كيف حضرتك ترى التواجد لكثافة الناس وإنهاء الخصومة دي؟ والله الحمد لله رب العالمين، ربنا اللي وفق، وطبعا العائلتين
يعتبروا مش غرب من نفس البلدة وقرايب وفيهم يربطهم نسب، والحمد لله برضو خضعوا لنداء الحق، والحمد لله ربنا وفق الناس كلها مع بعضها واستجابوا برضو لنداء رب العالمين، ودي مش غريبة على بلد العسيرات يعني. فالحمد لله يعني إن هو الجموع والفرحة يعني من أبلاد العسيرات أو خارج أبناء العسيرات، فده فرح كبير ومحدش يقدر يتأخر في الحضور فيه بالأمانة يعني. شكرا لحضرتك. نستكمل برضو معنا ومعكم أحد الأخوة الفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. شيخ محمد عبد المنعم أبو طالب بأوقاف العسيرات. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ. يعني حضرتك من أحد أطراف العائلتان الذين يتم العرس والصلح إن شاء الله عندهم وإنهاء الخصومة. نعم، من عائلة السلالمي وبرضو أخواننا التانين اللسانات، الناس كلها إخوة وأحباب، في صلة نسب وترابط. طبعا نسب وترابط وأخوة ومحبة ومودة وجوار وكل خير. طبعا يعني كيف شفت السعي وإنهاء الخصومة وحل الموضوع؟ كان أكيد كنت طرف من الأطراف يا أستاذي. الحلول كانت من جميع الأطراف، من القيادات الأمنية، من أهالي البلاد، من العائلات، من العمد والمشايخ، من لجان فض المنازعات، الكل يسعى إلى الصلح. وكل لهذا السعي بالوضع اللي احنا شايفينه طبعا كما ترى، الكل يسعى إلى الصلح، لأن البلاد والمجتمعات الخصومات ليس لها ثمار، الخصومات ليس لها ثمار، الثمار في التعمير، في المودة، في المحبة، في العمل، في السلام، في الأمن، في الأمان، في عمل الخير، كما قال ربنا عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الخصومات ليس لها ثمار، ونعم بالله عز وجل. وفي الحقيقة أنا أغتنم هذا الموقف، أشكر القناة المحترمة والعاملين عليها، هم أيضا يسعون إلى الصلح وفي الصلح، كما أشكر كل من تكلم بكلمة صلح وكلمة خير من الحاضرين القيادة الأمنية. وأتوجه بالشكر إلى السيد رئيس مباحث مركز العسيرات، الرجل الخلوق الفاضل، كانت له جهود وما زالت في هذا الصلح، وكل القيادات الأمنية وكل من سعى وتكلم في هذا الصلح المبارك إن شاء الله. شكرا لحضرتك. معالي الشيخ، معنا ومعكم أحد الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. معكم الشيخ صلاح علي الشندويلي، شيخ عن عائلة السلالمة بجزيرة أولاد حمزة. أنا اليوم أولا عن نيابة عن أهلي جزيرة أولاد حمزة ومركز العسيرات بالكامل، أتوجه بالشكر إلى جميع الأهل والضيوف، وهم ليسوا ضيوف بل هم أتوا إلى بلدهم العسيرات، أتوا من جميع البلاد لهذه اللحظة. اللحظة دي أولا أشكر جميع لجان المصالحات والقيادات الحكومية التي من شهور وهي تسعى، أو بل من سنين، يعني الموضوع لي أكثر من سنة، وهي الأهالي ولجان المصالحات والحكومة ساعية في اللحظة دي وفي المشوار الصلح. أولا عائلة السلالمة والسنات أهل وتربطهم صلة قرابة وصلة نسب، بل وجميع عائلات العسيرات والجزيرة بالكامل يعتبر بيت واحد. فاحنا ما نتمناش اي حاجة تكون بالطريقة دي، وكلها ساعية انه الناس تكون اهل ومحبة، وهي كانت لحظة شيطان بين الطرفين، والحمد لله انه ربنا وفق الصلح اليوم، ويتم ان شاء الله بكم انتو وبالحضور جميعا ان شاء الله. شكرا لك معالي الشيخ، وان شاء الله ربنا يكلل الصلح على خير ويبعد بيننا وبينكم وبين الجميع نزغ الشيطان الرجيم. معنا ومعكم الشيخ محمد عبد الواحد، عضو في لجنة المصالحات، وهو هيعرفنا بنفسه أكثر. تفضل عرفنا بنفسك أكثر يا شيخ محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد عبد الواحد مصطفى تمام، مفتش بإدارة أوقاف العسيرات وفي لجنة مصالحات المركز.
أولا نشكر الله سبحانه وتعالى إن الحمد والشكر لله الذي أتم هذا الصلح على خير ووفق بين العائلتين، والعائلتين يعني من البلد وهم أهل وأقارب وجيران ومصاهرة وكل شيء يعني. ونشكر القيادات الأمنية في مركز العسيرات السيد المأمور والسيد رئيس المباحث هيثم بن الحجاري ومحمد بيه خميس ومحمود بيه علي ومحمد بيه الغول وهشام بيه والقيادات كلها محمد بيه وجميع قيادات مركز العسيرات والقيادة الأمنية السيد مدير الأمن والسيد عبد الحميد أبو موسى، فلهم الشكر لأتم هذا الصلح، ولجنة المصالحات جميعا لها الشكر، ولا يسعني إلا أن أقول الحمد لله والشكر لله الذي أتم هذا الصلح على خير. طبعا إحنا شكرنا كل الناس اللي ساعدت وشكرنا الجهات الأمنية وشكرنا كل الأطراف، لكن في شكر بيكون خاص، الشكر الخاص ده عايزك توجهه للطرفين لاستجابتهم لنداء الله. طبعا أولا نشكر عائلة السلالمة، ناس محترمين وناس أهل خير وتقبلونا وقبلونا، ونشكر عائلة السنات برضك هم أهل خير اللي هم أتموا هذا الصلح على خير. ومعانا أحد الإخوة الأفاضل، تفضل عرفنا بحضرتك. أحمد السيد أبو لسان، مدير عام بالتربية والتعليم من عائلة السنات. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كان في هذا الصلح مجهود وفير وكم كبير من المشقة والتعب لهي لجنة المصالحات وعلى رأسها الحاج عبد الفتاح علي قاسم الذي بذل مجهودا مضنيا ليلا ونهارا بين الطرفين، وكلف نفسه الكثير من المشقة والمتاعب لإتمام هذا الصلح على خير. ولا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أتقدم بخالص الشكر لعائلة السلالمة الذين تقبلوا الصلح كطرف، وأشكر أيضا عائلتي التي تقبلت ما طلبته منهم اللجنة دون إبداء أي آراء، إنما رضخت لأمر اللجنة بكل ما قالوا وتم هذا الصلح على خير. الجهات الأمنية بذلت مجهودا مضنيا في كل الأوقات وزللت كل العقبات وكانت على أتم استعداد لإتمام هذا الصلح ليلا ونهارا، ما بخلوا بجهد أبدا، إنما كانوا على أتم الاستعداد في إنهاء الخصومة وعمل الخير بين الناس. وهذه العائلة التي كانت بينها وبيننا نقطة الدم هذه هم إنما هم عائلة مصاهرة، لهم عندنا بنات ولنا بنات عندهم، وتوجد بيننا صلات مودة ورحمة، والناس تقبلونا بكل صدر رحب وكل نفس راضية، والحمد لله الذي أتم هذا الصلح على خير. ونشكر جميع الناس ونشكر قناة الحدث التي تغطي هذا الموضوع لنشر الوعي، ونتمنى من الله ألا تعود هذه النقطة مرة أخرى بين الناس، لأنها تجعل من الناس بغضاء وكراهية، إنما عدم وجوده يعني المودة والمحبة بين الناس. فنتمنى من الله العلي القدير أن يتم هذا الصلح على خير وألا نعود لهذه النقطة مرة أخرى. وأشكركم جميعا، الله يخليك، أشكر جميع الحاضرين، وكما ترى حضرتك أن أعيان البلاد ومشايخها وعمدها والسادة النواب من جميع البلاد لم يتأخر أحد عن الحضور إلى هذا الصلح نظرا لأهميته بين الناس ولنشر الوعي والثقافة والعلم والأدب والأخلاق. ونتمنى من الله أن نكون عند حسن ظن الناس بنا وألا نعود مرة أخرى إلى مثل هذه الأمور. شكرا لك أستاذنا الفاضل، ألف شكر. معنا ومعكم أحد رموز مركز جرجة، العمدة أبو العباس، عمدة قرية بندار الشرقية. تفضل حضرتك يا عمدة. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله الذي تم هذا الصلح بين عائلة اللسانات والسلالمي، ده عائلة واحدة وبينهم صهر وبينهم ما فيش بيت في السلالمة إلا يقول يا خال للسنات، واللسانات برضو ما فيش بيت فيهم إلا يقول يا خال السلالمي. يعني صلة النسب والصهارة بينهم مرتبطة جدا، مرتبطة جدا من قديم الأزل، وهم يعتبروا عائلة واحدة، والحمد لله هذا بفضل السيد اللواء الدكتور حسن محمود مدير الأمن بارك الله فيه، وعلى رأسهم برضو السيد اللواء طارق الفقي الذي شرفنا ونور سوهاج
والخير كله على قدوم إن شاء الله. والسيد عبد الحميد اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي بارك الله فيه، والسيد اللواء محمد حامد مفتش الأمن العام، والسيد أبو الحجاج اللواء أبو الحجاج الأمن القطاع الجنوب، والله كلهم يعني ما يناموا إلا لازم يريحوا كل الأمور ويطمئنوا على الناس بقيت أخوة وحبايب، والصلح خير إن شاء الله، ونتمنى إن ربنا يتمم على خير ويعم الخير والسعادة على جميع البلاد في عهد رئيسنا المحبوب السيسي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يكون الخير على قدومكم جميعا. شكرا لك عمدتنا طبعا على الكلمات الجميلة دي، ولكن احنا عايزين رسالة من حضرتك للجان المصالحات للتحرك اكتر والسعي، فتحسهم بايه وتقول لهم يعني يخطوا خطواتهم، يعني نصيحة ان انت تشجيعية. والله انا يعني بنادم بكل ان لجنة المصالحات ان برضو يعني تهتم واحنا معاها، يعني احنا معاها باذن الله في اي وقت بالليل بالنهار، لا مش مستعدين ان احنا نكون معاها، بس احنا عاوزين برضو الهمه شوي لان في برضو بعض البلاد برضو عاوزين نخلصها ان شاء الله. ولجنه المصالحات فيها ناس محترمه وناس اهل خير، فان شاء الله يكون الخير على ايدهم ان شاء الله. يكلل النجاح في انهاء الخصومات والصلح عند التكاتف العمد والمشايخ ولجان المصالحات والأمن. متى نرى الوقفة الواحدة لإنهاء الخصومات في صعيد مصر، ولا كي لا يكون هناك طرف خصومة واحد؟ إن شاء الله بإذن الله يد واحدة البوليس والجيش والعمد والمشايخ وكبار البلاد وأهل الناس الأهل الخير، لأن هذا الصلح ده صلح خير ويعم وبعم بالخير، لأن المنازعات والموضوع الصقر ده بيأثر على كل شيء، على الاقتصاد وعلى التعليم وعلى كل شيء، فإحنا نتمنى من الله أن تعم بالخير والسعادة وبالتكاتف، وإحنا مستعدين إن شاء الله نخلص كل شيء بإذن الله. شكرا لك يا عمدة وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك سعي. شكرا واتمنى الخير للجميع ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. الجمع الكريم يقام هذا الصلح برعاية الكريمة من معالي وزير اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ورعاية الكريمة وتشريف من معالي اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أبي سوهاج، ومعالي اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، ومعالي اللواء محمد حامد رئيس فرع الأمن العام بسوهاج، ومعالي اللواء جمال إبراهيم نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية بسوهاج، والعقيد أحمد عبد الرحمن مفتش مباحث مركزي المنشاة والعسيرات، والعقيد مصطفى رفيق مأمور مركز العسيرات، والرائد محمود عبد الراضي نائب مأمور مركز العسيرات، والرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث مركز العسيرات، والسادة معاوني مباحث المركز. كما نتوجه بخالص الشكر والتحية لرجال الأزهر الشريف الذين شرفونا اليوم بالحضور، معالي الأستاذ الدكتور محمد حسنين عبد الله وكيل وزارة الأزهر مدير عام منطقة سوهاج الأزهرية، وفضيلة الشيخ محمد زكي رزق بداري رئيس لجنة المصالحات. كما نتوجه بالشكر إلى رجال الدعوة من الأزهر والأوقاف ورجال الكنيسة الذين يمثلهم القس كراس دولف ممثل الكنيسة. نتوجه أيضا بالشكر إلى لجنة الفتوى بسوهاج على ما قامت به من جهود في سبيل إتمام هذا الصلح. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد الحويض والشيخ عبد المحسن العزازي والشيخ الحدوي أحمد هريلي والشيخ أحمد عليو
كما نتوجه بالشكر والترحيب إلى رجال الإعلام والصحافة الذين شرفونا اليوم بالحضور. كذلك كل الشكر والتقدير والتحية للسادة النواب، نواب مركز العسيرات وجدة والمنشاة، سواء النواب السابقين أم الحاليين. نتوجه بالشكر إلى الأستاذ طلعت الطيب رئيس مجلس العسيرات، أهالي العسيرات قراها ورجوعها، وأهالي جدة والمنشاة. كما نتوجه بالشكر إلى السادة النواب الذين شرفونا بالمركز البليانة. نتوجه بالشكر الخالص إلى جميع من شرفنا اليوم بالحضور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نستمع الآن إلى كلمة علماء الأزهر الشريف من فضيلة الشيخ محمد زكي رزق بداري، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات، وما بكم من نعمة فمن الله. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالتوراة هاديا، ومن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع بيان محمد فروى الحديث وناول التنزيل. كلام الجانب لو تكررت. اللهم صل وسلم وبارك على هذه الامه وكاشف الغمه والسراج المنير واله وصحبه اجمعين. يعني صلاه مش على حضره الله، صلاه تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرة وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويشتق الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه وسلم. نسألك اللهم برحمتك أن تكشف الغمة عن الأمة وتصرف البلاء عن البلاد والعباد، وتحفظنا يا ربنا من شر اللقاء، وتجعل مصرنا المحروسة دوما كما أردتها، أمنا وأمانا، سلاما ورخاء، ملاذا للخائفين، وأمانا للطالبين والقاصدين. فقلت وقولك الحق، ادخلوا مصر إن شاء الله، إن شاء الله آمنين. يقول صلى الله عليه وسلم في شأن عناية الله للنصر وأهلها الطيبين الصالحين: وما كادهم أحد إلا كفاهم الله مؤنته، إن الله بنفسه يتولى حماية النصر وحراسة النصر، لأنها عزيزة على الله محبوبة، وأهلها عند الله عز وجل. حتى قال بعض المفسرين عند قوله تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، قال: والمراد بدخول مصر العيش في ربوعه وفي كنف أهلها الطيبين الصالحين. فبعد إذنكم إذنوا لي أن نرفع الجنس
الحيثية النصرية عن كل خائن خاون لا يرقب في أهل مصر إلا ولا ذمة. فهل توافقون عباد الله على أن نرفع الجنسية النصرية من كل خائن خاون يستبيح الدماء ويستبيح الأعراض ويستبيح البلاد والعباد ولا يرقب؟ ولا يرقب في مصري إلا ولا ذمة. هل أنتم موافقون؟ لما نصل كلمة تسمعنا أولا أبلغكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وما إحنا جايين من السفر على طول، جايين من السفر على طول على هذا المكان العام، العسيرات، البلد الطيب، والناس الكرام، أسأل الله أن يتم عليهم النعمة ويحفظ هذه البلاد من شر لا يقاه ويجنبنا ومصر الغالية وسائر الأمة الإسلامية والعربية شر ما لا يقاه. إذا كان هناك شكر فالشكر أولا لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم يكون الشكر لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الشكر ياتي بعد ذلك للجنه المصالحات الموقره التي اثرت رضوان الله عز وجل ومراده على مراد النفس البشرية من حب البطش والانتقام والمبالغة في سفك الدماء وهتك الأعراض وانتكاس الحرمات والمقدسات. أثر مراد الله على مراد أنفسهم وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قولوا بلى عذاب الله والله غفور رحيم. هذا يوم عرس في السماء ويوم عرس في الأرض، فهنيئا لكم بهذا الفضل وهنيئا لكم بهذا العطاء. وإنني باسمكم جميعا نرحب بالسيد الوزير المحافظ ونقول له أعانك الله على تحقيق طموحات الشعب السوهاجي الكريم، وستراه حفيا وفيا شجاعا سخيا كريما. وإنما لكل امرئ ما نوى. جزاكم الله خيرا وبركة، وحفظ بلادكم وأولادكم وأعراضكم وكل مقدساتكم من كل سوء ومن كل مكروه. وتحية خاصة لرجال البحث الجنائي لأنهم هم المنوطون بكل المهام الصعبة. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد، وهو قد حضر و
ممثلا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهو أمين عام الدعوة بمنطقة سوهاج الأزهرية. نستمع الآن إلى كلمة الكنيسة من القمص كراس دولف ممثل الكنيسة، فليتفضل. مشكورا مأجورا. أنا دايما تلك مهمتي الصعبة اللي بتكلم بعد الشيخ محمد زكي، ما بعرفش أتكلم، مش كلام، ده كلام من قلب، هو عارف غلاوته مع الزيت وعندي شكلها، فبصعب المهمة في الكلام، بس أنا ما عنديش مفردات لغة، أنا هتكلم من قلبي. بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا ولا نشرك به أحد، الرحمن الرحيم، الحق القدوس، السلام، المنصة الكريمة، كل باسمه وصفته، نواب الشعب الكرام الحاليين والسابقين، الجامع الكريم كلكم، سيرة المساعد مدير الأمن من 5 سنوات حينما كان يجلس في هذه المنصة سيادة اللواء أحمد بي أبو الفتوح. أنا أتذكر من 5 سنوات في العصيرات، كان أول صلح أحضره في العصيرات، فقلت إنه يتخيل لي أن الله تبارك اسمه عز وجل أمر الملائكة بإزالة سقف هذا السرائر، وتساءل ماذا يفعل الآن سيد اللواء الدكتور حسن محمود؟ ماذا يفعل الآن عبد الحميد بيه موسى؟ ماذا يفعل الآن محمد بيه حامد؟ ماذا يفعل السادة اللواء كل المنصة الكرام في العصيرات الآن؟ ماذا يفعلون؟ فأنا فاكر 5 سنوات كانت الإجابة أن الملائكة ستقول إنهم أتوا إلى العصيرات اليوم لحقن الدماء ولكي يزرعوا عوضاً عن الدم حباً. أنا فاكر الكلام ده 5 سنين. علشان كده أنا نفسي أكلم كل إخواتي وحبايبي الموجودين عن التسامح والغفران. في سورة النور 22، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. عندنا مشكلة، هتكلم من قلبي بكل محبة بعد إذن القيادات، عندنا مشكلة في الإسلام والمسيحية إننا دايما بنسامح لكن ما بنغفرش. عايزين ننشر الفكر الحلو الوسطي في بيوتنا وفي ولادنا وفي شبابنا، مواجبنا تبقى مواجب واحدة، أفرحنا أفرح واحدة، كل حاجة تبقى مشتركة بيننا. علشان كده في سورة آل عمران قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي سورة الحجر أول مرة عرفت الآية اللي جاية أول مرة عرفت الله. سورة الحجر أيوة كده صحيحة الله يبارك لك، أيوة اسمع معايا كده صحيحة يا مولانا. وفي سورة الحجر بقى أنا أول مرة أعرف القصة دي والله مجهود يعني مجهود. قال تعالى فاصفح الصف الجميل، الصف الجميل، الصف الجميل هتشوفوا بعد شوية كده داخلين يقفوا بعض البعض في الأحضان رغم كبير قدام، هو ده صف الجميل، ده صف الجميل، ده بينهم كام؟ بينهم خصومة، بينهم عداوة، عيلة مختلفة عن عائلة، ياخدوا بعض بالأحضان يتعهدوا قدام الكل، ده صف الجميل. وده اللي جاي من الكتاب المقدس احكي فيه حضراتكم نور ولطفاء، عشان ياخذوها ببلاش نور ولطفاء، لو مش عارف تعمل فيها اسكت، نور ولطفاء بعضكم نحو بعض شفقين متسامحين كما سامحكم الله، نيابه عن ابونا المحبوب ابونا عازر حبيبكم كلكم. نتقدم بكل اسم ايات الشكر والتقدير والعرفان للعائلتين الكريمتين ولكل أهل العصيرات ولكل من كان لهم جهد للصلاة
أو بالصوم أو بالدعاء أو بالكلمة أو بالفعل لإنجاح هذا الصلح. شكرا لكم جميعا. نشكر القنوص كراس على هذه الكلمة الطيبة التي دعا فيها إلى التسامح والأخوة ونبذ العنف والخلاف. ما أحوجنا إلى هذه القيم، ما أحوجنا إلى العفو، ما أحوجنا إلى المغفرة، ما أحوجنا إلى نبذ الخصام والخلاف والشقاق. نستمع الآن إلى كلمة أهالي العسيرات والترحيب بالضيوف من النائب الأستاذ ياسر ناصر جلال وعضو مجلس النواب، فليتفضل. ثم قال تعالى: هذه الآية دائما ما أكررها بكل مصارعات، فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بداية نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الشكر لجميع اهالي مركز المنشاه والعصيرات وجده وبليانه واولاد طوق، هؤلاء مراكز الجنوب كلهم نسيج واحد، كلهم عائلات ذات صله وذات نسب وصهر وطباعه واحده. ودائما نشرف دائما بحضور اهالي هذه المراكز مصالحاتنا، وادعو جميع اهالي السيارات للمشاركه في مصالحات جميع هذه المراكز، لانهم دائما حريصين على مشاركتنا افراحنا واحزاننا ومصالحاتنا. فالشكر كل الشكر لجميع الحضور سواء من اهالي وعائلات وقبائل العسيرات وجميع المراكز كبيرا او صغيرا فقيرا او غنيا. هذا الحضور شرفنا وشرف مركز العسيرات وجنوب سوهاج وسوهاج جميعا، حضور مشرف، حضور يشرح القلب، حضور اندل فيدل على السعي دائما للصلح والفرح. دائما الناس يامرها ويامر قلوبها الفرح والسعاده اينما تسمع للصلح. فندعو الجميع باذن الله للاستجابه للمصطلحات. واولا طبعا احنا نتقدم بالشكر الخاص جدا لاساس الحضور، اساس وجودنا النهارده استجابه العائلتين المحترمتين، العائلتين بصراحه في حياتنا وعائلات المصالحات طبعا كانت قدامنا في العمل في المصالحه دي. رحنا للعائلتين اكثر من مره واثنين وثلاثه وعشره، بصراحه لم نسمع من الطرفين الا كلمه شكر في الاخر، كل يثني على الاخر وكانهم عائله واحده، وهم فعلا عائله واحده، وهم فعلا لهم نسب كبير فيما بينهم وجميعهم اخوان واعمام البعض. فالشكر كل الشكر للعائلتين. نستمع الان الى الكلمه من معالي اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخليه مدير امن سوهاج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة أنا أسعد واحد في الجمع الطيب ده، لأن أنا أول ما دخلت السرادة رجعت بيا الذاكرة 30 سنة لما كنت معاون مباعث مركز المنشآت، وكنت أول قضية وأهم قضية كانت لي في العمل البعثي كانت في العسيرات. ناس القدامى ممكن يتذكروا واحد يدعى فراج الشمالي، يا ابني الذاكرة دلوقتي وافتكرته. وكان التكريم الأول ليا في وزارة الداخلية كان من المكان ده ومركز العسيرات حاليا، وهو الحاج بإذن الله كأصغر ضابط تم تكريم من مركز العسيرات هناك. فانا الحقيقه سعيد بيكم وسعيد بالجمع الطيب اللي موجود، وحاسس ان انا اعرف كل
الحاضرين معظمهم، وأسعيد لو أي شيء أقدر أقوم به لأي أحد من الحاضرين هنا الموجودين. ويمكن قطاع الجنوب بكل مراكزه زي ما ذكر سيادة النائب ليه طبع خاص قريب من بلدي نجح حمادي، وأنا ببقى قريب من الناس دي كلها وأبقى أحس إن أنا واحد من ضمنهم واحد منهم، وببقى سعيد وأنا وسطهم في كل جلسة حقيقة يعني. فأنا الحقيقة النهاردة بهني العيلتين وبارك ليهم الصلح الطيب، وإن شاء الله مش هتكون أول مصالحات بل ابتداء للمصالحات الموجودة سواء في المنشأة أو في العسيرات، ونتمنى لكم دايما التوفيق، وأنا مكتبي مفتوح لأي حد لأي طرف في سؤال، أكون سعيد لو أنا قدرت أساهم في حل أي مشكلة موجودة، وبشكر حضراتكم جميعا وشكرا لسيادتكم، شكرا لكم. نشكر معالي أحوال الدكتور حسن محمود مدير الأمن على هذه الكلمة الطيبة الجامعة المانعة. أيها الحفل الكريم، تقام مراسم القوة بعد قليل، الرجاء عدم استخدام الهاتف المحمول في التصوير والاقتصار في التصوير على كاميرات الفيديو من القنوات المختصة بذلك. قبل إتمام المراسم ينبغي توجيه الشكر إلى السيد عزة رمضان محمد محمود المصاب في الواقعة، حيث كان من المقرر أن يتم تعويضه تعويضا ماديا، لكن المصاب وعائلته رفضوا مجرد التحدث في أي نواحي مادية وفضلوا العفو والتسامح. ويتفضل فضيلة الشيخ محمد زكي رزق بداري بالإشراف على مراسم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبر يا إخوان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. استلم منه الكفن يا سيدي وقل جميعا قل معاذ تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله صلحنا وعفى كل منا عن أخيه وعفى كل منا عن أخيه ولا يحمل في صدره ولا يحمل في صدره غلا ولا حقدا ولا حقدا ولا حسدا ولا حسدا وعفى
الحمد لله رب العالمين. تفضلوا كل يقعد مكانه. الحمد لله الذي أتم هذا الصلح على خير. الحمد لله الذي حقن الدماء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسأل الله تبارك وتعالى المدين على بلادنا نعمة الأمن والأمان والسلام. كل حبيب أن نصحب نحسن بالله العظيم بكتابه الكريم بأننا اصطلحنا صلحا صادقا خالصا حسبة لله وعفى كل منا عن أخيه وليس في صدورنا كدر ولا مرض ولا نياب ولا رياء ولا نفاق ولا نفاق فمن نبت فإنما ينكر على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على الكافرين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويصافح كل واحد أخيه مولانا. سلم سلم يا جماعة. نشكر كل من ساهم في إتمام هذا الصلح على خير ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. نوجه قناة حضراتكم أن العزاء سيقام بدوار عائلة السلام ابتداء من اليوم. لا ننسى أن نقدم شكر للشيخ أحمد حماد المشرف على تنظيم هذا الصوالح. وكما بدأنا بالقرآن نختتم بالقرآن الكريم وفضيلة الشيخ عمرو النصار. بارك الله فيك. كده كده واقع.